شو بتقصد حسينية؟ الشعائر الدينية الشيعية. الشيعية؟ نعم. يمارسوا فيه الشعائر الدينية الشيعية. تجمعات احنا شيعية. شيعة؟ نعم. انت شيعي انت؟ نعم. ها؟ نعم. يخرب عقلك، يخرب عقلك، يخرب عقلك حبيبي. انت شيعي؟ نعم. عليها انت سني ولا؟ انت وش حبيت؟ انت شيعي؟ انت شيعي؟ عندك شك في هذا؟ وانت وشنا سني؟ انت سني يعني. الجزائر تحوي طبعا الاسلام هو اعلى نسبه والحمد لله هي دوله اسلاميه. النصرانيه لها نسبه قليله جدا، الاباضيه لها نسبه قليله جدا، الصوفيه لها نسبه كبيره جدا، التشيع لها نسبه كبيره جدا. طب اكثر من مصر يعني بالنسبه لعدد السكان نسبه وتناسب؟ اكثر من مصر. وبالنسبه للتشيع اسال الله ان يبيد الشيعة هناك. الروافض ما كانش شيعة. الشيعة لا يوجد فوق الارض الان شيعة، كان الروافض. انا نقول لك اني شيعي وانت تقول لي فوق الارض لا يوجد. لا يوجد شيعة، لا يوجد شيعة، كان روافض. اكثر من مليون روافض. روافض روافض لاش؟ روافض، اقرا على الروافض. روافض الواش الذين رفضوا بيعة ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. ما رفضوهم لانه عمر في حد ذاته كان يضرب السيده زينب حتى كسر لها الجناح. الله وشفى قلبك. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. بتوحشوني من فيديو لفيديو، من وقت لوقت، ودايما في بالي، ودايما جوه قلبي، ودايما على دماغي من فوق كل واحد جزائري، وفي قلبي كل واحد جزائري. ودايما مهما اقعد اقول واتكلم مش هيكفيني كلام، ولا اقدر اعبر عن سعادتي وحبي وفخري بلد عظيمه زي بلد الجزائر. الحقيقه يا جماعه ان بلد الجزائر مهما نقعد نتكلم عنها انا او غيري مش هنوفي حقها، ومهما نقعد نتكلم عنها مش هنخلص كلام، ولا هيكفينا السنين عشان نقدر نوصف قد ايه البلد دي بلد كبيره جدا، وبلد عظيمه جدا، وبلد جميله جدا. السلام عليكم. صحيت؟ لاباس. صحيت بابا؟ لاباس. لاباس. الحمد لله. لاباس راك مليح؟ لاباس الحمد لله. سقسيك على المسجد اللي يديروا فيه الحسينيات، وين موجود؟ سقسيكم على المسجد اللي يديروا فيه الحسينيات، وين موجود؟ ما نقدرش نطاول حسينيات. انا ما نعرفش والله، ما نعرف والله، صدقني ما نعرفش. ما الله ما على بالي، جو سي با، انا من عندنا باجي ضيف. حسينيات؟ وشنو حسينيات؟ وشنو الحسينيات هذه؟ حسينيات تجمعات تاعنا احنا، تجمعات الدينية. شغل صوفية ولا؟ نعم. شو بتقصد حسينيات؟ الشعائر الدينية الشيعية. الشيعية؟ نعم. يمارسوا فيه الشعائر الدينية الشيعية. تجمعات احنا شيعية. شيعة؟ نعم. انت شيعي انت؟ نعم. ها؟ نعم. يخرب عقلك، يخرب عقلك، يخرب عقلك حبيبي. انت شيعي؟ نعم. عليها انت سني ولا؟ انت وش حبيت؟ انت شيعي؟ انت شيعي؟ عندك شك في هذا؟ وانت وشنا سني؟ لا غير سيري، شيعي انت؟ انت سني؟ سني انا. كيف سني؟ سني انا اخو، انا مسلمين خو. شو بيه؟ عندك حتى معلومة على المساجد ولا على الشيعة ولا؟ ما على باليش. على سني انت ولا؟ ما على باليش. متى؟ ما على باليش. ما عندك حتى معلوم؟ يعني بدا الشيعة تاعكم هادي تعرف باللي انه الرسالة شاريوك انه لعدوك انه ضرب لحمك وتقب لحمك و... هي اكيد الشيعة هادوما علاش؟ هذه حاجة اكيدة. هذه عندنا الحق انه نحزنوا على وفاة الحسين. نحزنوا على وفاة الحسين. الحسين تاعكم هذا؟ ما تعرفش الحسين ثاني؟ أوه؟ ما تعرفش الحسين؟ الحسين علي، تعرفوا علي؟ علي سير. علي هو اللي راح يشفع فينا يوم القيامة. علي ما تقولش علي، مشي صاحبك علي. نعم. الحسينيات تاعكم مش العراق. نعم. عاشوراء ولا مايش عارف، هذوك تسميهم عادات؟ ولا واش تسميهم؟ هذوك شعائر دينية. هذيك شعائر دينية، تحكي الموس وتدبدب في روحك وتقطع ويا حسين وماني شارب. من حقنا انه نبكوا على فراق الحسين. ربي يهديك. انا ربي راه هديني والحمد لله. شيعه؟ نعم. شيعه هنا في الجزائر؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. عايشين كيفنا كيما كل الطوائف الاخرى. صافي انت عندك عقيده انه الطائفه تاعنا ضاله. من اكثر الفرق الضاله اللي عرفتها في حياتي.
ما عندك حتى معلومة على وين موجود؟ خاطيني الشيعة وخاطيني حسينية. علاه؟ ها؟ علاه خطيك؟ خاطيني. كيف خطيك؟ أنا ما باليش. بس دي ميزي الموخر. نعم؟ احنا دي ميزي الموخر. حتى احنا مسلمين. نو. مش مسلم. لا سني أنت ولا شيء؟ سني. علاه؟ كيف سني؟ كيف شوف راح سير راعي أقول عود كرام. أنا شيعي تبع طريق الحق. ليش تسخسيتني أنا؟ هذه سخسيتك يعني ليش فيها حتى إشكال المفروض؟ في طريقة جاي من هاجل تحكي لي هذا تاع الروافض سبابة أصحاب رسول الله. لا مش الروافض نحن شيعية أن... شيعة من أنت؟ شيعة من؟ نحن شيعية أنت سني؟ أنا سني إيه تبع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا شيعة ما كانش شيعة كان روافض. لا إحنا كان روافض ما كانش شيعة. الشيعة لا يوجد فوق الأرض الآن شيعة كان الروافض. أنا نقول لك أني شيعي وأنت تقول لي فوق الأرض لا يوجد. لا يوجد شيعة. لا يوجد شيعة كان روافض. أكثر من مليون روافض ناس. روافض. روافض لاش. روافض. اقرأ على الروافض. روافض الواش. الذين رفضوا بيعة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ما رفضهم لأنه عمر في حد ذاته كان يضرب السيدة زينب حتى كسر لها الجنة. الله وشفى قلبك. من موجودين؟ لا ما عرفش هذو الحوايج خويا. الجزائر جاب لي ربي في الجزائر ما كاش. علاه؟ احنا عاديين احنا نديروا في الشعائر تاعنا، لكن من المفروض عندنا تعرف تجمعات ولا؟ اي بصح احنا في الجزائر تقريبا احنا رانا سنيين. كاش شيعه في الجزائر؟ كاين حاجه قليله هم يستعملوا العفايس تاعهم بوماسكي. الحاجه الاولى هنا ما كاينش مساجد اللي يديروا هذا القمار، هذه حاجه الاولى. كانش تاع شي هنا ما عندناش غالي في الجزائر. علاه ما تكزيستيش هذه؟ ما تكزيستيش هذه. علاه؟ علاه يا اخي؟ هو الاسلام واحد. ما كانش هنا في الجزائر ما نعرفش. ما كانش ما عندناش في الجزائر غير ما تكزيستيش عليه. على هو الاسلام واحد خاطي برك الطوائف تتعدد. سقسي شرطه وكلش شيعه فرقه ضاله. علاش فرقه ضاله؟ احنا رانا على كلمه الحق الفرقه الشيعيه. انا على كلمه الحق اكيد احنا نشوف احنا عندنا الامام علي هو الكل في الكل. اكيد لانه النبي صلى الله عليه وسلم الكل في الكل. لا الرساله تعرف لي من كانت هابطه هي. كاش خو كاين بعث واحد هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هي أصلا الديانة كانت من المفروض تنزل على الإمام علي. ربي غلط؟ ما ماشي ربي اللي غلط، ربي نزل الكلمة لكن جبريل هو اللي أخطأ. جبريل أخطأ؟ مش عارف خير من ربي أنت يا. الوحي هذا كان من المفروض ينزل على علي. استغفر الله العظيم. كان من المفروض ينزل على علي. استغفر الله، هكذا راكم تغلطوا فيه ربي سبحانه. الله يغفر لك يا أخي. ربي يتوب عليك ان شاء الله. علاه ما تؤمنش بال ربي يتوب عليك ان شاء الله. ما تؤمنش بالطائفه الشيعيه. الله يغفر لك ان شاء الله على كل السلام. ما تؤمنش بالطائفه الشيعيه الحاج. حاب نكفرك. علاه تكفرني؟ الله يغفر لك. انت تعرف ايضا انه يوم القيامه هو الامام علي هو اللي راح يشفع فينا. شكون اللي قال لك هذا؟ الشفيع هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو الامام علي راح يشفع فينا يوم القيامه. أنا نعرف حاجة واحدة، أنه الإمام علي راح يشفع فينا يوم القيامة. شفيع هو اللي راح يشفع فينا. الإمام عليه الصلاة والسلام هو شفيعنا يوم القيامة. وعلي رضي الله عنه نعتبره من خيرة ما واش خلق ربي سبحانه فوق الأرض. بالصح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يغلطش، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كيفاش محمد قال لكم أنكم تتزوجوا غير بربعة برك وهو متزوج بأكثر؟ احنا هذه الامر هذا الامر عادي عندنا، وزواج المتعه محلل وعادي جدا لا اكثر لا اقل. الرسول صلى الله عليه وسلم حاله خاصه. علاش حاله خاصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوجهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كيما رانا نتزوجوا حنايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج كل وحده لواش، وحده باش تعلمنا ديننا، وحده باش عطفا بها مات راجلها في حرب، وحده باش يكفلها، وحده باش كل وحده لواش. اسمع منك سيري يا حبيبنا. شكون تهضر حبيبنا؟ اروح نهضر معاك. اروح نهضر. شكون زوجة من شكون هادي؟ مريض انت حبيبي؟ هبلت من عايش علي منك تقصد؟ انا نسمح لي. انا عائشة رضي الله عنها ما جبدهاش. هادي تسمى هذا انا كشكي على اخر كمسلم سني هادي نسميه قذف، وهنا ما نسمح لكش. نحطوا اكوتي هذا. انا نحطوا خلاص ما نقذفوا لا والو الان. كيف تسبوا عائشه وتسبوا الصحابه
وادو ما تربى وقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم نبي خاتم الأنبياء. الشيعة يسبوا في مرت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لا بروف لا والو. الدليل من أهل البيت الدليل. فيه هذا كان يدي حوايج على الصواب، ما قدرش أنا ولا أنت ولا عدا غير غالبه. يسبوا الصحابة، يسبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي برأها ربي في من فوق سبع سماوات. الله يعذبك. كيفاش يعني؟ عادي كنا نقترح عليك مثلا. النبي عائشة برأها الله من سبع سماوات. هذه الحادثة معروفة وأكيد لا أكثر لا أقل. راح ترى راح وصل. شوف نصحك يعني راح سقسي الأشياء المشايخ، راح سقسي نثيدات يوريك إن شاء الله أنا الحق يوريك هذي. كنا نوري لك أنا كنا نوري لك أنا المذهب الشيعي جيت تدخل فيه معانا. قادم ندفنك دركا. علاش تدفنك؟ الفرق بين الضرب وبين الدفن. قادم ندفنك دركا. تدفن عليه صافي أنت رافض رفض تام. قادم نجيب لك اسمح لي قادم نجيب لك شوف نفوت الأخ نجيب لك هذوك الأيام شفت أشراف نتاع كاشيات. لو كان يسمعك تهضر هاد الهضرة دوك يدفنك. يا أخي أنا شوف ما نقدرش نزيد ندخل بزاف في أمور خاطر الله أعلم ما نقدرش نصبر. لو كان نلقى أنا دوكا هكذايا كان أنا في بلاصة خالية نحي لك رجل نحي لك صباع نحي لك عين. حق الله. منين تحقق؟ على سبب الله. انت حر واش كنت راك هنايا داش وراك تدعي في الناس باش زعما شغل يجيبوا زعما شغل يدخلوا عندكم للشيعة ولا ما فهمتش انايا ولا جيت بدات لي انا ها كاين ام راح تسقسيها ما جيت لها مش عارف انا خفت لا يضربوني هنا ولا ها؟ خفت لا يضربوني ونبان انا ما نضربكش ولا ايماجيني انا نضربك لا ما مادام سباك ياك خايف انت تما راك شاك في هذه العقيده لك فيها لا ما ماشي قضيه ان شاك في العقيده اللي راني فيها لكن اخي لكن ترك على حق ولا ماكش على حق اكيد هذا امر مسلم به ان العقيده الشيعيه هي الحقيقه حاب نعيط لابوليس انا تعيط لي لابوليس يا اخي انا نهضر انت ماكش حاب تهضر اصلا يا لان بالك ما راكش بالك حقرتني ولا علاه ما نهضرش معك عادي جدا من المفروض واش تدير معايا واش تقسي فيه جيت تقسيني دوك حبيت نخرج عليكم ان شاء الله سبحانه وتعالى ينوركم قلوبكم ويهديكم الى سبيل الرشاد ان شاء الله. بالنسبه لمن اراد ان يعرف نقطه يا استاذ احمد قبل ما اعدي عن الشعب الجزائري لان الاعلام صنع بيننا وبينهم فجوه صحيح الشعب الجزائري حبيب جدا للشعب المصري وانا لا اجامل بمعنى انني تلقيت المحبه والتكريم والشهامه من كبار المسؤولين حتى انهم في يوم عيد الاستقلال أتوا لي بقائد الجيش الأعلى وبقائد الشرطة الداخلية القائد العام في الجزائر وهذا بقواده وهذا بقواده على الغداء كنت أنا والدكتور محمد داود وألقيت لهم درسا عن الدور الأمني والواجب على رجال الأمن وكنت شديدا عليهم يعني هذا من باب الدين وهذا من باب الحرص وبينت لهم أن الجهاز الأمني يحوي الصالح والطالح يحوي الشريرة ويحوي النقي يحوي الفاسد ويحوي كذا المهم ضربت لهم أروع الأمثلة وأتيتهم بالتراجم وكان يوما يعني مشهورا بإذن الله جل وعلا لكن بالنسبة لي الناس تسألني ما جيت هناك تشيع نعم ظهر التشيع والعياذ بالله جل وعلا في دولة الجزائر في ثلاث محاور معنى في نصف دقيقة أستاذ أحمد الجزائر تحوي طبعا الإسلام هو أعلى نسبة والحمد لله هي دولة إسلامية النصرانية لها نسبة قليلة جدا الإباضية لها نسبة قليلة جدا الصوفية لها نسبة كبيرة جدا التشيع لها نسبة كبيرة جدا طب أكثر من مصر؟ يعني بالنسبة لعدد السكان نسبة وتناسب أكثر من مصر وبالنسبة للتشيع أسأل الله أن يبيد الشيعة هناك وأنا إن شاء الله أوضع لهم خطة لمحاصرة هذا الفكر والقضاء عليه التشيع بصورة يعني سريعة جدا عدد الشيعة هناك يختلفون ما بين 3000 و10000 لكني قمت بعملية إحصاء مع طلاب العلم هناك فوجدنا العدد يصل إلى 10000 رافضي أسأل الله أن يعني يقطع دابرهم وأبشرك بأن الحلقات التي قمت بها أتت بثمرة عظيمة جدا حتى أني عرفت أن أكثر من 3000
عادوا وأقلعوا عن الفكر الشيعي وصاروا في السنة والحمد لله جل وعلا. تركزهم هناك يعني في مدينة باتنا وفي تيرسا وفي الجزائر وفي وهران وفي معسكر. أما التواجد الطرق الصوفية هناك ثلاث طرق: التيجانية، الطريقة الشاذلية، الطريقة الرحمانية. والتيجانية هي الأعظم والأكثر، ومعظم الأئمة من الأوقاف على هذه الطريقة ولهم دعم عظيم جدا معروف يعني كده. أما دعم الشيعة هو من السفارة الإيرانية، ولأن مجموعة من أساتذة الجامعات المرتزقة الذين يأكلون على كل الموائد ينشرون هذا الفكر الرافضية بالمال في دولة الجزائر الحبيبة.